انا هاد السيده وقع عليا هاد السيده بوطاجوت وقع عليا معها مشكل كبير. مشكل كنا كنصوروا في واحد سيت كوم سميتو بانغالو ودازت ومديت ليها يدي بغيت نسلم عليها ودورت وجهها ومشات يعني وشافوها الناس. وكانت تما داك الاستوديو كيتصوروا فيه لالا العروسه وكان اكثر من 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 واحد تقريبا 60 واحد ولا 70 واحد شاهد على هذه الحادثه. وانا ما رضيتش قلت لها واش عندي معك شي مشكل زعما وهذا قالت لي ما تنعرفكش يعني تجاهلتني بواحد الطريقه. ومن بعد قلت لها اسمحي لي قلت لها اسمحي لي انني هذا يعني هضرت معها باسلوب. ومن بعد هي بقات كتعير وداك الشيء وكانت هي دائما هكا كتعير. من بعد حاولت انها تتبعني البلاصه فين كنصور وبزقات عليا حاجاك دفلات عليا ويعني دفلت على وجهي والناس حاضرين ومسحتها هكا وعيرت التلفزيون عيرت الناس عيرت يعني عيرت يعني حتى سبت الاله اللي يعني خلقنا وداك الشيء يعني واحد المستوى زعما منحط واحد المستوى زعما لا يليق بالزعما فنانه في المستوى وداك الشيء. وكانوا حاضرين هذوك الامهات ديال العرسان اللي كانوا حاضرين تيطلوا وكانوا هما الشهود على هذه الحادثه هذه. وكان واحد من الجمهور واحد من سيكوريتي صور هذاك سميتو وجا عندي وقال لي ران قلت له انا حشومه صافي خليها منها سميتو منها ربي اللي خلقها هي دارت ليها هكا واحد النار غادي يجي وغتلقاها ان شاء الله. وانا زعما صراحه بقى في الحال ولكن قلت المسامع كريم سامحتها ولكن انا كفنان سامحها ماشي مشكل انا مسامحه تال دابا يعني مسامح كريم.